موشي موشي يا حلوين، رجعنا بحكاية شيون ويانغ القسم الثالث. برأيكم هل رح يعترفوا لبعض أخيرا؟ خلوكم معنا لنعرف وتشوفوا المصايب، ولو ما شفتوا الأقسام السابقة لازم تشوفوهم، والرابط بأول تعليق. قبل ما نبدأ صلوا على رسولنا الكريم واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وليتس جو. فبيعتذر يانغ وبيقول انه ما رح يرافقهم لانه لازم يشتغل بالخطة الدراسية. فبتقوله شيون كأنك مستعجل كتير، عادي بنقدر نعملها مع بعض بعدين وبساعدك فيها بما انها نائبته. فبيحكي لها لا معلش وبينسحب، وبيتذكر انه لما كان بالمدرسة كان سعيد انه شيون سمحت له يتقرب منها، وهلأ طلع عندها اصلا صديق مقرب. لكن بيسمع شيون وراه بتقول له استنى رح اجي معك لنشتغل سوا بما انك عم تحكي مو باقي وقت. فبيسألها طيب ورفيقك؟ فبتحكي له خبرته اني رح اجي يوم تاني. ولكن بيلمح يانغ انعكاس كي على الازاز وبيشوفه جايب لها حلويات، فبيقوم يسكر دينان شيون لحتى ما تسمعه وهو عم بيدور عليها ليعطيها لشوية حلويات اللي جابلها اياهم. تخجل شيون وبتسأله شو عم تعمل؟ فبيحكي لها ما بدي اياكي تروحي عنده، وطبعا ما بتسمعه بما انه مسكر عدينيها. تغضب شيون منه وبتكون رح تضربه بس ما بتقدر بما انها بتحبه، وحتى بيلفها لغير زاوية ليبعدها عن انها تلمحكي. وبعد ما يتأكد انه راح بيتركها، فبتسأله بغرابة شو اللي كنت عم تعمله؟ فبيقولها معلش كانت تجربة حكيتها مع طلابي انه ما بتقدروا تسمعوا لو غطيتوا دينيكم، هل سمعتي شي؟ فبتقوله لا حسيتك بتحكي بس ما كان في شي واضح، بس شو هالسخافة، المرة الجاي جربها على حالك. وبتسأله شو حكيت؟ فبيقولها بخبرك المرة الجاي. المهم بحين يوم الاحتفالات وعرض كل فريق بالمدرسة من المعلمين لفعالياته، ومع انه خطاب فرقة الرياضة كان مضحك الا انهم كانوا رائعين بملابسهم والكل حبهم. وبينما الكل مستمتع باليوم الرياضي بيوصل كي وبينادي على شيون تسأله شو اللي جابك؟ فبيقولها انه جابلها بعض الحلويات، وانه تضايق هداك اليوم لانها ما عبرته واختفت بسرعة لا تلحق يانغ. ولما عرف انه في فعاليات رياضية اليوم قرر يجي يزورها. وبيتسألوا الطلاب مين بيكون هالشاب الوسيم وإذا هو حبيبها، بينما يانغ وتشينغ عم بيراقبوهم من بعيد، وبتنزعج تشينغ لما تشوفه. فبيسألها يانغ هل بتعرفي؟ فبتحكي لا بس رحت أنا ورفقاتي لمحله لأشوفه لأنه رفيق شيون، وكان كتير وقح واستغربنا من معاملته، ما كان محترم أبدا. فبيستغرب يانغ لأنه اللي شافه منه كان كل الأدب، وبيتساءل هل عم يتصرف بطريقة مختلفة وبشكل خاص مع شيون؟ بس اللي بيصدمه هو لما يشوفهم مسكوا إيدين بعض من السياج. المهم بيحس يانغ بالغضب خصوصا لما يشوف شيون ابتسمت، بينما تشينغ أبدا ما بتكون طايقكي، ولما ينطكي ليفوت لجوا المدرسة لعند شيون تنسحب تشينغ وبتقول انها مو قادرة تتحمل شوفته اكتر وانه لازم تغادر. وبيبقى يانغ يهدي بحاله ويقول يلا لازم ارجع لطيف ولازم ارجع غير مؤذي، وبيروح يجيب الطلاب اللي عم يتنصتوا على محادثات شيون وكي، وبيسلم من بعيد على كي وبيسحبه. فبتنظر له شيون بعيون لطيفة وبيلاحظها كي وبيقولها عم تطلعي على يانغ صح؟ شكلك بتحبيه؟ بتنحرج وبتقوله اخرس مستحيل هالشي. فبيحكي لها مبلا ومو بالعادة اشوفك مهتم بأناقتك. المهم بعدها بنلاقي كي لسه بالمدرسة والطلاب بيعرفوه كتير وينادوا يلعب معهم، وهو جاي متنكر بملابس رياضية للمدرسة نفسها لحتى ما ينكشف وينطرد، وكان عم يتمرن معهم. وبينما كلهم عم يلعبوا ومبسوطين بيتفاجأ يانغ انه كي لسه موجود، وحتى لما يطلبوا منه الطلاب ينضم لهم ما بيوافق، بس يستفزوا كي لما يقول له خلينا نقارن نتائجنا بين بعض
وبتكون شيون عم تاكل ومستغربة وين راحوا الكل وتركوها، ومو عارفة انه في حلبة مصارعة عم تنقام على شرفها. اما تشينغ فلما تكون عم تمشي ترجع تشوف هالشخص اللي فكرته كي وما بتعجبها نظراته لإلها، فبتقرر تحكي معه وتبهدله وتقول له حتى لو انك رفيق شيون رح اوقفك عند حدك. فبيحكي لها بغض النظر عن كلامك التافه انا بويان وموكي. فبتتفاجأ تشينغ لما تعرف انه كي عنده توأم اسمه بويان. المهم بيقولها بويان عم بتطلع لك هيك لانه بكره الاغبياء، فبتمسكه بغضب وبتقول له كأنك كتير قليل أدب لا تحكي عني هيك شي مع أنك ما بتعرفني. فبيقولها أنت غبية ومو منطقية كمان، ومع الوقت راح تدركي هالشي. وبيحمل حاله ليغادر شو هاللقاء العفوي القوي هاد. وبتوصل أخبار لشيون بأنه في إصابة بالملعب، فبتركض لا تشوف مين لا تلاقي يانغ، بتخاف عليه كتير وبتبعد الطلاب وبتفوت لا تساعده بقلق. بينما يانغ بيكون كتير مبسوط انه شعر بخوفها وبيمسح وجهها وبيهديها وبيقولها انا ما انصبت بس الكاس انكسر وكلنا بخير، وبيطلب من الطلاب يجيبوا شوية اغراض ليسكروا الملعب ويغيروه. وبتسأل شيون يانغ وين راح كي، فبيقولها انه تلقى رسالة وغادر وهو مزعوج. فبتعرف انه بويان بهدله وبتقول حتى لو راح بدون ما يوداني. فبيحكي لها يانغ ترى ايدي مصابة شوي تعالي ساعديني وعالجي لي اياها. فبتحكي له روح للعيادة، فبيقولها ما بدي بدي انت تعالجيني، وبيسحبها معه وفعلا بتروح لتساعده وبيقولها انه موجوع قال وبده اياها تدلك له ايده. وبتحكي له قد الموضوع سخيف انه من قبل انت علمتني كل هالاشياء وكنت انت اللي تعالجني وهلأ صار دوري. فبيحكي لها يعني بتتذكري، فبتقوله اكيد مستحيل انسى انت كنت كتير منيح معي. فبيسألها هل حبيتيني من قبل؟ تنحرش شيون وبتقوله مو منطق كلامك، وبتحاول تهرب منه بسرعة لكنه بيمسكها وبيقولها جاوبيني. فبتقوله ما كنت تعرف قديش بتعنيلي وقديه اهتميت فيك، وبتقرر تصارحه وبتقول له حبيتك كل الوقت. فبيتفاجأ يانغ تماما وبتكمل شيون كلامها وبتحكي له اعتمدت عليك وكنت انت الوحيد اللي وقف معي وجنبي وما تخلى عني اطلاقا، كنت صديقي الابدي. فبيحس بشوية حزن وبيقولها صح احنا اصدقاء، يعني حضرتها بدل ما تعترف بالحب اعترفت بحب الصداقة. وبيقولها بس يمكن بالمستقبل ما نضل رفقات. فبتحكي له يعني رح تقطع علاقتك فيه؟ فبيبتسم وبيقولها ما بنعرف شو رح يصير بالمستقبل. وبيطلعوا سوا وبوقتها بيشوف الحلوى اللي معها وبيسألها عنهم، فبتخبره انه اخوها الصغير بي بعتلها اياهم معكي، وبتقول انه بي كتير بيحب الحلوى ومسموح له بس ياكل حبة باليوم، ومع هيك بيخبيها ليبعت لها اياها. فبيفهم يانغ انه بالموقف هداك هي ابتسمت كرمال بي ومو كرمال كي، وبيقولها واضح انه بيحبك كتير يا ريت امه هيك كمان. فبتقوله وامه كمان كانت تحبني. فبيستغرب وبيسألها طيب شو اللي صار وشو اللي اختلف لا توصلوا لهون. فبتقوله لانه خربت حفل زفافها اللي استنته بحماس لوقت طويل. وبنلاقي انه والدها بعت لها رسالة يطلب منها ترجع للبيت لا يحتفلوا برجعة اخوها الكبير. بيشعر يانغ عليها بحالتها اللي اختلفت وبيسألها شو الرسالة اللي وصلتك. فبتقول له اهلي بدهم اياني اجي للعشاء. وبيلاقيها سكتت، فبيتذكر انه كل اللي بيعرفوا عنها بالمدرسة كان انها عايشة مع عمتها بالثانوية ومو مع والدها. وبيسألها طيب وانت رح تروحي تزوريهم؟ فبتقوله ما رح اروح هدول مش عيلتي. بس بيحزن لانه واضح الحزن عليها. ولما ترجع شيون للبيت تقعد تتفرج على صورة امها الميتة
اللي كانت مريضة، وبوقتها طلبت شيون منها ما تغادر يعني ما تموت، لأنه بويان قالها إنه والدها رح يتزوج لو أمها ماتت، وهيك رح يصير عندها مرت أب. بوقتها ضحكت أمها عليها كتير وهدتها على تفكيرها الطفولي، وقالت لها أمها آسفة بس أنا تعبانة كتير ويمكن أغادر هالعالم عن قريب، ومع أنه أنا بحب والدك كتير وهو بيحبني كتير بس مع الوقت راح يصير وحيد، هل بتحبي تشوفي زعلان؟ لهيك لو إجت بنت تانية على البيت عادي معك حق تكرهيها، بس لا تخلي الموضوع صعب على والدك. بكيت شيون وحكت لها ما بدي حدا ياخد مكانك. المهم فعلا كرمال امها قررت شيون تروح لبيت العيلة، مع انها مو قادرة تتحمل انه والدها تخلى عن امها بسرعة وتزوج، ولما وصلت برا لقيت اخوها الكبير، وعلى الاغلب هو مو اخوها وانما قريبها، والواضح انه مع حبيبته، وحبيبته بتكون خجلانة كتير لانها رح تقابل عيلته اول مرة، وقابلتهم شيون ورحبت فيهم. المهم تنظر يوان حبيبته لشيون وبتحكي لها طالع كتير حلوة، خبرني انك حلوة، وطلع معه حق. ولما تعرف شيون انه عمتها ما اجت ولا رح تجتمع معهم ولسه مسافرة بالتصوير، تزعل لانها هي الوحيدة اللي كان ممكن تقعد وتحكي معها وتلطف الجو. عكل حال بيفوتوا كلهم لجوا مع بعض، وبتكون جمعة العيلة بيسلموا على العم وبترحب الجدة بالأخ الكبير هاد وحبيبته، وما بتعبر شيون إطلاقا حتى لما تحكي معها وترحب فيها. بتفوت شيون لجوا وبتقعد وهي حاسة إنه كل جيتها كانت غلط، وفعلا بعد بشوي بتقابل والدها، بيسلموا على بعض بالكلام وبس، وبتنادي بعدها مرته ليساعدها، فبتبلش جدتها تردح لها وتحكي لها رح تضلي تتصرفي هيك كأنك ضيفة، ليش ما عم بتقومي تساعدي مرت أبوكي وما بتيجي غير إذا طلبنا منك؟ طبعا الجدة بتكره شيون كتير، وقال للأسف كل مالك بتصيري تشبهي أمك أكتر، وأنا خبرتك إنه ما بدي إياكي تكوني هيك، يعني بتبهدلها كتير وبتضل تحكي سنة، تيجي مرت أبوها حتى تهديها وتحكي لها إنه ما بدها مساعدة، وحتى الأخ الكبير بيقولها إنه ما لازم تحكي هالكلام، لكن شيون بتوقف بوجهها وبتحكي لها كنت عارفة إنه جايتي لهالمكان كانت كلها غلط، وبتعصب شيون وبتغادر. لا والجدة لسه مو عاجبها قال، وبتحكي إنه شيون كل مالها عم بتسوء أكتر. المهم شوفوا على هالوقاحة، بيلحقها والدها وبيقولها بلا قلة أدب ارجعي اعتذري من جدتك وخليكي لناكل كلنا سوا لأنه من زمان ما اجتمعنا، يعني شو هالمنطق؟ فبتحكي له شيون بس عندي سؤال واحد لإلك، عمرك عن جد حبيت أمي؟ لأنه هي حبتك، بس هلأ بحس إنه أمي كانت مجرد بنت مثيرة للشفقة، وإنه ما عمرك حبيتها لهيك ما دفعت عنها، بينما جدتي عم بتزلها بالشكل. وبتحمل حالها وبتغادر بما إنه ما بيجاوب، وبتقول له أمي وصتني ما أصعب الأمور عليك، لهيك بليز لا تطلب مني آجي كمان مرة لهالبيت. بينما الأخ الكبير بيعاتب الجدة إنه هيك عملت لأنه شيون نادرا ما تيجي، فبتحكي الجدة قال لأنه بتذكرها بأمها كل مالها عم تشبهها أكتر، اللي ابنها عصى حضرة الجدة كرمالها، وبتعصب لا إراديا كل ما تشوفها من كتر الشبه. وبخصوص الشبه أكيد قصدهم بالتصرفات، لأنه بالشكل هي نسخة عن والدها، وقال لأنه كان لازم الأب يتزوج الزواج الصحيح وهي كيان ومو أم شيون. ما علينا من هالمريضة، بيكون دبدوبنا الصغير بي سمع كل شي وكان عم يبكي إنه هيك صار مع أخته، ولما بيكون يانغ بغرفته بيسمع أصوات دق على باب شيون، فبيفتح ليشوف مين،
وبيلاقيكي وكمان واحد تاني نسخة منه وبينتبهكي عليه، فبيسأله هل شفت شي شيون؟ فبيقوله يانغ لا. ليش؟ فبيخبره إنها مفقودة. وبنشوف أخيرا أول لقاء بين هالاثنين يانغ وشيون لما كانت بالمدرسة. كانت هي على قائمة المشاغبين بينما يانغ كان على قائمة الأوائل، والكل كان يخاف منها ويعتبرها بنت بتحب الخناق كتير وبنت مرعبة، مع إنه هي بتدافع بس عن الأشخاص والطلاب التانيين أو بتدافع عن حالها من الناس اللي بيتعرضوا لها، إلا إنه هالشي ما بيهم. الإشاعات انتشرت عنها وهي تعودت لدرجة زهقة تفسر لأي حدا أي شي، حتى إنه في إشاعات عن تعذيبها للقطط، ومرة لما بتكون عم بتعالج قطة بيشوفوها بنتين وبيخافوا وبيروحوا ينادوا الأستاذ. قال بوقتها يلمحهم يانغ وبيسألهم عن اللي عم بيصير، ولما بيشوف شيون يحكي لهم إنه كلامهم غلط وواضح إنها عم بتساعد القطة وما عم بتعذبها من الضماد والمعقم، وكان هو أول شخص دافع عنها، وبلحظات بيتغير تفكير هالطالبتين عنها، ومن بعدها صاروا هالاثنين يساعدوا القطة ويهتموا فيها وصاروا يلتقوا أكثر، وهو صار يحكي معها أكثر ويشوفها بأماكن منفردة ويجي كرمالها مخصوص، ولهيك صارت تحب هالأماكن. يسألهم يانغ عن السبب وشو اللي صاير، فبيخبروه إنها تخانقت مع عيلتها اليوم ووالدها اتصل فيهم وطلب منهم يروحوا يشوفوها، وصار لهم 8 ساعات كاملين عم بيدوروا عليها وما لقيوها ومو عارفين هي وين. فبيتصل يانغ على تشينغ ليسألها وبتخبره إنها ما شافتها بس كانت عم بتراسلها الصبح وكان كل شي تمام، وبتخاف عليها إنها مفقودة، بس يانغ بيقولها إنه أكيد رح يلاقوها وبيحكي لكي امشي نطلع وندور عليها بكل مكان. فبيقترح عليكي يبقى هون ليعرفوا لو رجعت للبيت، لكن يانغ بيرفض وبيقول ما فيني أبقى قاعد وأنا عارف إنها ضايعة. فبيقول بايان أنا ببقى وإنتوا الاثنين روحوا ابحثوا عنها، وبيفترقوا ليدوروا عليها بكل مكان. بيروح يانغ لمكان المدرسة القديم على أمال يلاقيها بس ما بتكون موجودة، فبتتصل تشينغ فيه وبتقوله إنه عندها فكرة عن مكان ممكن تكون فيه، بينما شيون بتكون قاعدة بمكان معزول وعم تبكي وتضحك مثل المجنونة على الكلام اللي دار اليوم بينها وبين جدتها ووالدها وعلى رحيل أمها. عكل حال اللي صار إنه بايان وهو عم يستناها عند بيتها إجات تشينغ كمان لأنها قلقانة عليها، ولما شافها بويان انزعج فسألته ليش بتكرهني لهالدرجة؟ فقالها لأنك غبية وذوقك سيء بالرجال. فبتحكي له كأنه التقينا بس مرة، لكن بعدها بتتذكر إنه شافها كمان مرة محل الحلوى من قبل مع حبيبها. فبتسأله يعني حضرتك كتير خبير بالعلاقات وكنت بعلاقة من قبل؟ فبيقولها لا. فبتحكي له إذا أسكت يا سنجل، ليش عم تتفلسف بلا ما تعرف؟ وبيتقاتلوا مع بعض، وبتقول له عكل حال أنا مو هون لحتى أتخانق معك أو أشوفك أو أحكي معك، بدي أدور على شيون. وبتيجي لتغادر، فبيمسكها وبيقولها كيف رح أترك بنت تطلع لحالها بهيك وقت وتبحث عنها؟ فبتقول له بس ما فيني أعمل شي، شيون بحالة سيئة جدا بتكون بعد ما تشوف عيلتها. وبتقوله أتوقع إنه ممكن أعرف مكانها لأنها بتحب بيتها القديم وكانت دايما تقولي إنها اشتاقت لهالمكان. فبيقولها بويان كلامك صح أتوقع إنه عرفت المكان. وهيك بعدها تشينغ اتصلت على يانغ ليروح يشوفها، ولكن كي هو اللي لقيها بالأول وإجا لياخدها ويرجعها للبيت غصب عنها على حالتها، بينما فعلا هي بالبداية راحت لمكان المدرسة، لكن هناك اتجمعت أحزان أكثر
على اللي صار مع يانغ بآخر يوم دراسي لإلهم، لهيك غيرت المكان. المهم بيوصل يانغ كمان للمكان وبيقول له أنا برجعها للبيت، وبيسألها ليش لو تضلي برا بهالوقت كيف بتخاطري بحالك وانتي بهالحالة هيك، وهي من كتر ما مخها ضايع تسأله كيف في منك اتنين. ولما بيوصلوها للبيت بيغاروا الاتنين من حبها لتشينغ، بينما بويان بيطلب برضه من يانغ يعتني فيها لو احتاجت اي شي، وبيقول له اتصل فينا لو بدك اي مساعدة، وبياخد اخوه ليغادروا. فبيسأله كي ليش مبين عليك تعرف يانغ ومن وين بتعرفه، فبيحكي له شيون خبرتني عنه من قبل، هاد كان الطالب اللي اكبر منها بسنة بالمدرسة وحبها الاول. فبينصدم كي كتير وبيسأله ليش انت صايرة تصرفاتك غريبة ومهتم فيها اصلا. بيخجل كي من سؤال اخو بويان وبينكر وبيخبي وجهه وبيقول له ما في شي، بس شكله بنتنا كبرت وصارت تحب حدا. وبيسأله هل لساتها بتحبه، فبيقول بويان ما اتوقع. المهم صباح اليوم التالي بيدق يانغ الباب على بيت شيون وبيلاقي تشينغ وبتخبره انه شيون بخير بس عم ترتاح، فبيقولها ممكن اسألك عن شي، فبتدخله لجوا وبيسألها هل خبرتك شيون من قبل انها خربت حفل زفاف والدها ومرضه، فبتقوله تشينغ للأسف ما بقدر احكي لك كتير عن الموضوع، بس شيون كانت تحب امها كتير كتير، وجدتها كانت بتكره امها بشدة وبتكره حتى شيون، وكان عند شيون اسبابها الخاصة لتعمل اللي عملته. فبيسألها طيب وما هيك ليش راحت للحفلة، فبتقول له شيون عانت كتير بحياتها كطفلة ماتت امها بعدها، مرت الاب والجدة ما عملوها بالشكل الصحيح، ووالدها كان بموقف صعب بين بنته وامه ومرته، والوحيدة اللي كانت لطيفة معها هي عمتها، بس للأسف أغلب الوقت كانت عمتها مسافرة وبرا لهيك ما شافتها كثير. صح إنه شيون هلأ بنت مستقلة وقوية، بس أكيد هالشغلات أثرت على حياتها. يشعر يانغ بالحزن على اللي صار لها، وفجأة يسمع صوتها كأنه عم بتصرخ. بيفوتوا لعندها بسرعة للغرفة ليلاقوها لابسة كفوف الملاكمة ومستعدة تلعب فيهم. فبيضحك يانغ إنه هاد هو اللي كان بيقصده كي لما قاله إنها بتعمل أشياء غريبة، وبيقولها يلا نلعب سوا. بتنام تشينغ وبيبقوا الاثنين يلعبوا ملاكمة لغاية ما تتعب شيون، وبيسألها يانغ هل نفسي عن غضبك وحاسي حالك أحسن، ولما تشوفه وتحسه يانغ اللي بتعرفه تتقرب شيون منه. المهم شيون تنزع نظارات يانغ وبتقوله لا تلبس نظارات مثل والدي، وبتسأله شو بيعني لك الحب، برأيك هل ممكن يتغير الشخص اللي بتحبه؟ فبيقولها بالنسبة لإلي لا، بيضل الشخص نفسه. فبتسأله طيب هل بتحب حدا، فبيقولها بحبك انت. طبعا هو عم يحكي لأنه ما رح تتذكر شي بكرة من شراب التفاح، وهي بتتقرب منه وبتنام بعدها، بينما هو بيموت من الخجل والفضول وشو اللي قصدها باللي صار، وبيتمنى يعرف هل كانت واعية أو لا. المهم بيترك الطول مسكين بالبيت وبيروح لعندها لياكل الغدا معها، بس لما يدق الباب كذا مرة ما بتفتح له، فبيتصل عليها وبيقولها وينك حابب أتناول الأكل معك، وبيسألها عن مكانها. بترد شيون عليه وبتقوله إنه الوقت متأخر وإنها عند عمتها. يتفاجأ يانغ وبيسألها كيف صارت هناك، فبتخبره إنه عمتها كانت مسافرة ورجعت وراحت لتقابلها. فبيقولها مو لسه كنتي مكتئبة وبطيخ، فبتحكي له صح خبرتني تشينغ باللي صار وآسفة على إزعاجي لإلكم وشكرا كثير. فبيسألها هل بتتذكري أي شي بعدها، فبتحكي له لا. فبيشعر بخيبة أمل كبيرة وبيرجع لبيته وهو يتساءل كيف فيها تنسى هيك شي، وإذا كان هاد قصدكي بالأشياء الغريبة.
المهم طبعا بعد ما تنتهي المكالمة بنلاقيها ببيتها مع تشينغ، وبتسألها تشينغ ليش كذبتي عليه، فبتقول لأنه تعبانة، وبتكون شيون ميتة من الخجل ومو عارفة كيف رح ترجع تقابله مرة تانية. وبعدها فعلا بتروح شيون لعند عمتها اللي مو طبيعي شو بتشبهها، بتضمها بقوة وبتحكي لها حليانة كتير وصايرة بتشبهي امك اكتر. بينما بتقولها شيون امي بتحكي اني بشبهك، بتفوتها للبيت وبتشربها قهوة وبتسألها شو الشي اللي علقان معك. بالعادة من وانت طفلة كنتي تيجيني بالوقت اللي تحسي حالك فيه بمشكلة بس ما تحكي ولا اي شي. فبتخبرها شيون اللي صار بينها وبين يانغ، وبتحكي انها مو عارفة كيف راح تقدر تقابله كمان مرة لانه جارها وكمان بيشتغل معها، يعني مستحيل تقدر تتهرب منه. فبتسألها عمتها بتحبي؟ فبتقول بحبه بس خسرته مرة من قبل وهالشي وجعني كتير، لهيك ما بدي هالشي يتكرر كمان مرة، وهالمرة بدي اتجنب حبه لحتى يبقى معي. تضحك عمتها عليها وبتحكي لها عن جد انك طفلة ونادرا ما اشوفك بهالحالة الكيوت، لو انا مكانك بخبره بمشاعري، تخيل يطلع يبادك الشعور، مو رح يكون احلى شي. فبتسألها ولو طلع لا شو رح تعملي؟ فبتقول العمة بيعتمد على مزاجي، ممكن خلاص ابطل احكي معه وممكن لا، بس الواضح انه انتي خايفة من هالفكرة وانه تبطلي تحكي معه وتتحطم صداقتكم، لهيك فكري منيح كل اللي بدك اياه وقرري التصرف السليم. بس لا تنسي كمان انه لو تأخرتي بالاعتراف ممكن شي بنت غيرك تعترف له وتتقرب منه ويروح عليكي، ولو صار هالشي او خلاكي حزينة معناته بتحبيه. فبتقرر شيون فعلا تعترف له لانها ما تحملت هالشي، ولما تنزل لا تشتري العشاء بتلاقي يانغ موجود تحت البناية، بتستغرب وبتسأله شو اللي عم تعمله هون، بينما هو بيلاحظ انها ملابسة جاكيت وبيلبسها جاكيته وبيهتم فيها، وكل اللي شيون بتفكر فيه لطافة يانغ الكبيرة. وخلاص بتفكر شيون وبتقرر انها تعترف ليانغ، وبتحكي انه قلبها بده اياه وحابه وبدها تبقى معه للأبد وبدها تسمع رأيه، ولما تيجي لا تعترف له بتقاطعها من زفتك ياو. وهي البنت اللي شافتها شيون بالمدرسة مع يانغ، ولما ترجع تشوفها مرة تانية كل أحاسيس المرارة والحزن ترجع تتجمع بقلبها، وبتتذكر شيون الماضي الأليم. باليوم اللي طلب يانغ منها يقابلها انتشرت إشاعة بين الطالبات إنه يانغ اليوم رح يعترف للبنت اللي بيحبها، والكل بيكون عنده فضول مين بتكون هالبنت، بس الأغلب بيحكي إنها كياو. وقال في بنت بتحلف إنه يانغ خبرها بنفسه إنه رح يعترف لكياو، فبوقتها اتدمرت شيون، وهلأ رجعت كياو بعد شي 7 سنين لا تطلع بوجهها. المهم تسأل كياو يانغ مين هالبنوتة اللي معك، فبيقولها برضو كانت معنا بالمدرسة بس أصغر منا بسنة. فبتحكي متغيرة كتير وحليانة، وبتخبره إنه في لمة طلاب سوا كمان كم يوم ليودعوا أستاذهم في التقاعد، فبيقولها أكيد رح أجي أنا كمان بشوفك الأسبوع الجاي، لكن كياو بتقوله لا رح أشوفك كمان يومين، وبتورجيهم إنها التحقت بمدرستهم كمعلمة، في أسفت من هيك. المهم بيكمل يانغ طريقه مع شيون اللي صارت ملخبطة كتير بعد هالموقف، وبيسألها ما رح ترجعي للبيت؟ فبتقوله رح أبقى عند عمتي كم يوم، وبيسألها بشو عم بتفكري؟ ليش مشوشة هيك؟ فبتقوله بفكر شو اللي جابك؟ فبيحكي لها جيت لأرجعك للبيت. بتفكره عم يمزح وبتقوله لا تستفزني، وبتسأله شو رأيك بكياو؟ يعني هي بنت حلوة وما كنت بعرفها بالمدرسة بس سمعت عنها كتير أشياء منيحة. فبيفكر يانغ إنه شيون مهتمة بكياو، فبتقوله لا مجرد فضول. فبيحكي لها كياو إنسانة صريحة وواضحة وقوية وكمان تقدر تطلع من المشاكل لحالها، فبتشعر شيون بالكآبة وبتقول طبعا أكيد رح يحبها ويمكن ترجع مشاعره هلأ، بينما ما بتقدر تحس غير بعدم الثقة.
وبتداوم البطيخة كياو بالمدرسة وبتصير من المعلمات المشهورات. وبحس تشينغ رفيقة كتير غبية لأنه عم تتغزل بكياو وتحكي إنها شاطرة وذكية وحلوة قدام شيون، وإنه هي ويانغ ظابطين لبعض لأنهم اجتماعيين، بس يمكن تكون عم تحكي هيك لا تستفز المسكينة شيون وتخليها تعمل شي. وبنعرف إنه يانغ مكلف مع كياو بإدارة شي مهم، لهيك صار أغلب وقتهم مع بعض، وبتشتغل شيون وهي تشيل الثلج بغضب من الوضع، لكن فجأة تيجي كياو عندها وبتقولها ممكن أطلب منك طلب، بدي تبدلي المقعد معي وأقعد أنا جنب يانغ بدل منك. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية القسم الثالث من حكاية شيون ويانغ. هم كتير كيوت مع بعض، بس يا ريت حدا يواجه التاني ويخلصنا. أكيد طبعا لازم المصاعب بالحب، ولا شو رأيكم؟ بنشوفكم ملخص جديد ولوقتها، سايونارا.